وختاما لجولتنا الأخيرة وأخبار الطقس ودرجة الحرارة تستعرضها لنا في وقفة ثالثة وأخيرة من نشرة التاسعة ليلى، إليك من جديد. شكرا لكما، وننتقل لمتابعة أحوال طقس الغد. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على عدد من محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة العظمى فيها 35، الصغرى 24، الإسكندرية 32-23، مطروح 30-22، بورسعيد 33-24، والإسماعيلية 36-23. نذهب للسويس، العظمى فيها 35، الصغرى 23، العريش 33-24، طابة 34-25، شرم الشيخ 39-29، الغردقة 39-28. في الأقصر العظمى 42، الصغرى 26، أسوان 43-27، الوادي الجديد 42-20، شلاتين 37-27، وأخيرا حلايب 34-27. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.